في كلمة تونس خلال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 زائد الصين التي تنعقد في العاصمة الأوغندية تحت عنوان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أن هذا الهدف الذي يختزل أهم مقاصد خطة 30 و2000 للتنمية المستدامة ما يزال بعيد المنال للتعثر الكبير في تنفيذ أهداف هذه الخطة في ظل الأزمات المتلاحقة التي ما زلنا نعيش على وقعها دون أن نكون سببا فيها في ظل تحديات تمويل التنمية وارتفاع أعباء الديون وتفاقم تداعيات التغيرات المناخية والانقسامات الجيوستراتيجية. كما نبه وزير الشؤون الخارجية من مخاطر اتساع رقعة الفقر في العالم وتزايد التفاوت في مستويات التنمية بين دول الشمال والجنوب، داعيا الدول المتقدمة إلى أن تعي أن الفجوة التنموية لم تعد في مصلحتها من منطلق تشابك المصالح وترابط المصير، ومبرزا كذلك الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود للمحافظة على مكاسب التنمية وتعزيزها في الدول النامية من خلال التسريع في إصلاح المنظومة المالية الدولية في اتجاه إكسابها أكثر عدالة ونجاعة وتمثيلا لدول الجنوب، وإيجاد حلول مستدامة لأزمة الديون على غرار تحويلها إلى مشاريع تنموية، وتذليل العقبات لتيسير استعادة الأموال المنهوبة لفائدة شعوب الدول المتضررة، والوفاء بالوعود التي تم قطعها بشأن التمويل المناخي لدعم جهود التصدي والتأقلم مع تأثيرات تغير المناخ. وأكد وزير الشؤون الخارجية أن عدم ترك أحد يتخلف عن الركب يقتضي ألا نترك الشعب الفلسطيني يتخلف عن ركب الحرية والكرامة بل وركب الحق في الحياة أيضا، مؤكدا كذلك أن الواجب والمسؤولية القانونية والأخلاقية يضع المجموعة الدولية أمام ضرورة توحيد ومضاعفة جهودها وتحركاتها من أجل وضع حد لسفك الدماء والاستعمار ومساندة تطلعات الشعب الفلسطيني المشروع للحرية والاستقلال والعيش الكريم على أرضه. كما جدد رفض تونس لازدواجية المعايير ولأي محاولة للمساواة بين الجلاد والضحية أو لتصفية القضية الفلسطينية العادلة.